أعرب موقع ترافل أوف باث أحد أبرز المواقع السياحية العالمية عن توقعه بأن تحقق أعداد السياحة الوافدة إلى مصر أرقاما قياسية مقارنة بالعام الماضي. وأوضح الموقع السياحي أن من المتوقع أن يزور مصر خلال العام الجاري ما يقرب من 15 مليون سائح مقارنة ب 11 مليون و700 ألف سائح خلال العام الماضي 2022. هذا وأوضح الموقع أن مصر استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري ما يزيد عن 7 ملايين سائح.